هل يجوز تغيير نية الصلاة إذا كان في سفر من القصر إلى الإتمام إذا شك في قربه من المدينة التي هو مقيم فيها؟ تغيير نية من القصر إلى الإتمام؟ وبارك الله فيك، الأصل في صلاة السفر القصر، ولهذا لا يحتاج إلى نية. يعني إذا دخلت الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوي القصر فأنت اقصر، لأن الأصل في صلاة القصر في صلاة السفر القصر، كما ثبت في البخاري وغيره أنه أول ما فرض الصلاة ركعتين فوقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولهذا كان القول الراجح أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية السفر،